هي مشاهد تلخص اليوميات على مسار الرصيف المحاذي لسكة ترامواي. حتى مرتدو هذه المدارس باتوا يسلكون الطريق عوض الرصيف. احنا ما كاش وين نجوزوا، طوموبيلات في الطريطوار والشعب يمشي في الطريق، فهمت؟ تقول احنا اللي عندنا لي كات غريز. قال لي نورمال، شوفي الكراس كيفاش مقارين، شوفي على الطريطوار، شوفيها مبينين لها، شوفي على الطريطوار، شوفي ليها، شوفيها مباشرة، شوفيها ماش نكذبوا لها. قاري لك في الطريطوار كيما هذا، اسك نورمال في راسه ولا سوا في طراموية كل يوم انا نشوفوا لي زاكسيدون. الا من هذا الشيء تروحوا معنا تشوفوا دراري تاع المشيت كيفاش راهم يراهو، كيفاش راهم يمشوا، والله ما راهم يمشوا في الطريق، والله ما يقدروا يمشوا في الطروطوار. ظاهرة باتت تشكل خطرا على المرة ولمصالح البلدية رأي في الموضوع. قوموا بركن السيارات ديالهم فوق السكة تاع طرامواي ولا في الرصيف اللي يجوزوا فيه المواطنين، وهذا يسبب ضرر للمواطنين. احنا كبلدية دائما نحاربوا هاد المظاهر، باسكو في بعض الاحيان ما يكونش عندنا خبر في الاماكن اللي يكونوا مقارين فيها طوموبيلات بهذيك الطريقه. احنا كي بلغنا المواطن نتحركوا مع الامن باش نقضيوا على هاد الظاهره. الركن العشوائي للسيارات في ظل غياب الوعي والمسؤوليه وحتى الحظائر يعرقل مصالح المواطنين، ما يستدعي تكثيف الرقابه واجهاد البدائل.